كل يوم في مصر بنصحى على خبر جديد وتحرك جديد وأكشن جديد. مصر كل يوم هي في شأن، بتتحرك مش واقفة. إن كان النهاردة صحينا الصبح على استلام الغواصة الألمانية الثانية رسميا، أو إن كان موافقة المجموعة الاقتصادية زي ما شفنا مبارح على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اللي هو ده موضوعنا النهاردة. اللائحة دي يعني إيه؟ يعني بمنتهى البساطة تفسير، توضيح، تبسيط لقانون الاستثمار اللي صدق عليه الرئيس السيسي طبعا أول يونيو الشهر اللي فات. يعني اللائحة دي وظيفتها أنها إزالة الغموض واللبس عن بعض مواد قانون الاستثمار. كان في مشاركة مجتمعية وحوار مجتمعي زي ما تابعنا بقاله فترة لسماع ملاحظات الكل، كل اللي معني بهذا القانون، وكان آخره البرلمان. الجميل بقى في اللائحة دي انه مش بس بتعرض حوافز وضمانات ومناطق الجذب للمستثمر وبتحميه كمان من البيروقراطية وبتقلله من فترات او من الخطوات اللي بيعملها، لا، في كمان التزامات عليه، وفي فصل خاص بالمسؤولية المجتمعية موجود في اول باب في اللائحة دي، المسؤولية المجتمعية للمستثمر. يعني من الاخر كده المستثمر ده زي ما هياخد هيدينا. مساء الخير واهلا بحضراتكم في برنامجكم اسواق واعمال. كالعاده دايما بتكون فقرتنا الاولى هي عن الاخبار، بنبقى دايما محضر لكم ثلاث اهم اخبار اقتصاديه. الخبر الاول من صحيفه الاندبندنت البريطانيه اللي كتبت تقرير عن اقتصاديات العالم المرشحه للنمو خلال العقود الثلاثه الجايه. تقريبا وتحديدا خلال 33 سنه لحد سنه 2050. التقرير اللي أصدرته الجريدة الإنجليزية حدد بحسب الـ PwC أو هي اختصار الـ Price Waterhouse اللي أصدرت التقرير، أصدرت فيه ترتيب الدول دي استنادا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع من خلال تعادل القوة الشرائية. يمكن الجملة دي تعادل القوة الشرائية المعيار اللي استند ليه التقرير، خلينا نوضحه شوية لحضراتكم. يعني ايه تعادل القوى الشرائية؟ يعني لما اكون في القاهرة واحب مثلا اشرب كوباية قهوة تكون لازم بنفس سعرها في الصين لو حسبت اسعار تغيير الصرف الاجنبي من الجنيه لليوان او العكس. ده مثل. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه مزيد من الشفافية اللي بتعكسها اسعار الصرف بين الدول دي على المدى الطويل بحسب التقرير. مصر احتلت المركز الـ 15 في قائمة الدول الـ 32 المرشحة لتصدر اقتصاد العالم في فترة الـ 33 سنة الجايين. الصين طبعا كانت في المقدمة حسب التقرير، واقتصادات كبيرة زي اليابان وألمانيا تراجعت في ترتيبها خلال التقرير، اللي بيعكس ان مصر بتخطط جيدا لمستقبلها الاقتصادي، وده بيفرض على كل مصري مننا واجب وطني بانه يساعد جهود بلده للنهوض باقتصادها اللي هيحقق كل المخطط ليه واكتر كمان من التوقعات. وخلينا نعرض أبرز الأرقام اللي تناولها التقرير المنشور في الاندبندنت البريطانية زي ما هنشوف. طيب هنروح للخبر الثاني، واضح انه تقريبا مش جاهز. خبرنا الثاني من المصري اليوم اللي نشر تقرير نقلا عن موقع اسمه هوبا، والتقرير بيقارن بين الوجهات السياحية بناء على التكلفة للسياح. وأشار التقرير إلى أنه يمكن للسائح الإقامة في فندق بالقاهرة وتناول وجبة لفردين بالإضافة لشراء مشروب واستقلال تاكسي لمسافة 3 كيلومترات وتناول قهوة وكوكتيل وبيرة بتكلفة إجمالية بتبلغ أقل من 40 جنيه استرليني. لتأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة البلغارية صوفيا، واللي بتأتي تكلفة نفس الأصناف فيها حوالي 38 جنيه استرليني. وفي المقابل كانت أغلى الوجهات السياحية في العالم هي المدينة السويسرية طبعا زيورخ، بتكلفة بتبلغ أكثر من 170 جنيه استرليني. وده بيجي بعد ما أعلنت جريدة التليجراف نقلا عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن 10 وجهات سياحية بتشهد نمو في عام 2017. مصر جت في المرتبة الثانية. وفي نفس السياق ده كانت صحيفة التليجراف البريطانية قالت انه بالرغم من تأثر السياحة خلال السنوات الماضية بسبب طبعا ما تشهده مصر ودول المنطقة حواليها من تطورات، الا ان ده ما منعش باقي الجنسيات واللي بتتدفق بنسبة زيادة بلغت 51% عن السنة اللي فاتت، وده خلى الارقام توصل لاكثر من 8 ملايين سائح.
خلينا نستعرض أبرز الأرقام اللي تناولها تقرير المنشور في الاندبندنت البريطانية. الخبر الأولاني، نروح للخبر الثالث من وزيرة الاستثمار أو وزارة الاستثمار التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، واللي أكدت في بيان لها اليوم أنه بيجرى العمل لزيادة مساحة في مركز خدمة المستثمرين، وده عبر إنشاء مبنى ملحق ليه ليشمل ممثلين عن 74 جهة زي ما بينص قانون الاستثمار، ومنها الشهر العقاري والجوازات، وده طبعا للتسهيل على المستثمرين وممثلي الشركات. الوزيرة قالت كمان أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على أي استفسار للمستثمرين، وده عبر ساعات عمل بتوصل ل 12 ساعة يوميا من 8 الصبح ل 8 مساء يوميا زي ما قلت. وأضافت نصر أنه من خلال الخط الساخن ده بيقدر المستثمر يستفسر عن كل إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات والإجراءات الإصلاحية اللي بتتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية. تصريحات الوزيرة جت خلال الجولة التفقدية اللي قام بيها وفد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين بمقر الوزارة في صلاح سالم. وضم الوفد من البرلمان كل من النواب مدحت الشريف ده وكيل اللجنة الاقتصادية، ومحمد علي عبد الحميد السيد، وهشام والي، مؤمن وعلاء عادل السبيعي، وهشام عمارة، وعاطف ناصر، والسيد عبد العال. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل قصير ومن بعده نستقبل ضيفنا ونتكلم عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، خليكم معنا. مرة تانية، وبعد موافقة المجموعة الاقتصادية زي ما قلنا على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، رئيس الوزراء قال انه هيتم مراجعتها بصورة نهائية للتأكد من الملاحظات الواردة عليها، تمهيدا طبعا لارسالها لمجلس الدولة. ده بيخلينا ان احنا نبقى في حاجة عشان نتعرف اكتر على هذه اللائحة التنفيذية، ايه المناقشات اللي سبقت اقرار هذه اللائحة، لانه موضوع الساعة طبعا من قبل المجموعة الاقتصادية ومن غيرها كمان من الفئات المهتمة بهذا القانون
الشؤون والمعنية. معي ضيفي في الاستوديو الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد الصناعات المصرية. اهلا بك يا دكتور محمود، منور. اهلا وسهلا بك. خلينا في البداية نعرف من حضرتك ايه هي كانت ابرز ملاحظاتكم، واعتقد ان انتوا كان ليكوا لائحة تنفيذية انتوا عاملينها بينكم وبين بعض، نعرف برضو ايه الفرق ما بين الاثنين واللي كان نفسكم يبقى موجود فيه اللائحة التنفيذية. هو الحقيقة يعني هو القانون لما طلع مفيش شك ده من احسن القوانين بتاعت الاستثمار اللي اتعملت في مصر. اولا اتعمل قانون جديد بهيكل جديد بفلسفة جديدة بتشجيع حقيقي للاستثمار. الاتحاد الصناعات كان ليه سبق في وضع البذرة الأولى في هذا القانون والدرافت الأولانية بتاعت هذا القانون، واحنا فخورين بذلك. الفكرة اللائحة التنفيذية مكملة للقانون، واحنا مش عايزين اللائحة التنفيذية تملي يبقى فيها عيوب أو فيها ثقوب. يعني مثلا ما تيجي اللائحة التنفيذية ما هيش كاملة بتطلع بقى قرارات إدارية قرار وزاري، فبنخش في متاهات وحاجة اندلس ما بتنتهيش. كل ما يحصل فيه تفسير في اللائحة مش واضح، لا ده لازم يتعمل له قرار وزاري، لا ده لازم يتعمل له مش عارف ملحق، فهنخش في حتة اندلس حقيقة. واحنا بنحاول بقدر الإمكان كاتحاد الصناعات ان احنا نقلل تدخل العنصر البشري. بمعنى كل ما تقلل تدخل العنصر البشري في تفسير كل ما قل الفساد. احنا كلنا متفقين النهارده في هذا العصر ان الفساد افه من افات الشعب المصري الحالي او من الوطن المصري. فبالتاكيد كل ما نسد الثغرات في التفسير والاقتراحات واللائحه كل ما هنقلل تدخل العنصر البشري وبالتالي هنقلل الفساد. لينا ملاحظات على اللائحه وبعتنا الملاحظات، بعض الملاحظات اتاخد بيها وبعض الملاحظات ممكن ما يكونش حد خد باله منها، ولكن في النهايه ما زال لنا بعض التحفظات على ما صدر من اللائحه في شكلها النهائي. اول حاجه الشيء اللي احنا بنركز عليه الحوافز للتصدير. اللائحه لان احنا من زمان من 20 سنه بنتكلم التصدير حياه او موت، فطالما بنتكلم عن التصدير حياه او موت يبقى لازم نسهل على المصدرين. اللائحة هنا بتشترط علشان المصدر ياخد حوافز التصدير لازم يصدر 20% من إنتاجه، يبقى معناها كده إن أنا بحجب صغار المصدرين. يبقى معناها كده إن أنا ما بشجعش التصدير من البداية. أنا النهاردة عايز أخلق جيل جديد من المصدرين، عايز أشتغل أوت أوف ذا بوكس، مش عايز أعتمد على المصدرين التقليديين، بالعكس أنا عايز أخلق جيل من الشباب عشان يصدر، عشان يجيب عملة صعبة، عشان يستفيد باحتكاكه مع الآخرين، وعشان يزود العملة الأجنبية في البلد، وعشان نعدل الميزان التجاري اللي إحنا بقالنا سنين وسنين مش عارفين نعدله. تملي الميزان التجاري لصالح أو جايب النيجاتيف لمصر وصالح الدول الأخرى. فبنقول إن إحنا عايزين في المطلق كده اللي يصدر حتى ب 1000 دولار ياخد حافز من البدايه من الزيرو، مش من 20%، لا من الزيرو. ونسبه المكون الاجنبي ما تزيدش، المكون المحلي ما يزيدش عن ما يقلش عن 40%. صحيح. مش 50% زي ما موجود في اللائحه. انت بتحجبي العمليه التصديريه. احنا فعلا ان الاوان ان احنا نصحى شويه في التصدير. يعني لا يعقل ان مصر لغايه النهارده ب 100 مليون بتصدر ب 20 مليار دولار. لا يعقل. صحيح. في المقابل فيتنام اللي هي بدأت تقريبا معانا أو بعدينا، وتشابه الظروف طلعت مع حرب مع الأمريكان وتعدادها 80 مليون وإحنا تعدادنا 100 مليون، إحنا بنصدر ب 20 وفيتنام بتصدر ب 162 مليار دولار. واو. فالحكاية فرق شاسع. فعايزين نبص شوية للتصدير، عايزين نشجع التصدير، وعايزين نشجع الشباب بالأخص إن هو يصدر. لو صدر قلم أنا بشجعه، لو صدر شماعة بتاعت هدوم أنا بشجعه، لو صدر مسطرة أنا بشجعه. فبالتالي عايز أشجع التصدير من الزيرو من السكراتش. مش أقول له 20% و50%، لا أشجع الناس إنها تصدر، لأن كل دولار بيجي للبلد هو فايدة للبلد طبعا، وبيعدل الميزان التجاري المختل منذ زمن طويل. دي أهم الملاحظات بالنسبة للتصدير. تاني حاجة تعريف الصناعة. احنا كنا طلبنا في تعريف الصناعة ان الصناعة تغيير هيئة المدخلات. بمعنى بسيط ان انا عندي مدخل معين بطلعه بهيئة اخرى يبقى دي صناعة. صحيح. يعني انا مثلا سي بعمل صناعة زجاج بدخل رمل اصلا، صحيح، فبيطلع بيطلع كوباية او بيطلع ازازة او بيطلع طبق،
ده التفكير العام بتاع او التعريف العام بتاع الصناعه. انما يجي يقول لك لا الطحن مش صناعه. طب ما انا بغير هيئه المدخلات، انا بجيب مثلا حجر. طب وده هيفرق في ايه يعني؟ يفرق في التعريف، لان في ناس كتير عندها مشاكل في هذا الموجود. انا بعمل قانون الاستثمار وبعمل اللائحه عشان احل المشاكل المتراكمه، عشان اقلل الاحتكاك بتاعه العنصر البشري، عشان ما يجيش واحد يقول لك لا الطحن مش صناعه، لا الطحن صناعه، لان انا بغير هيئه المكون، بغير هيئه المدخلات، بيبقى حجر بطلعه بودره او بطلعه حاجه مطحونه وبعبيه، خلاص بقت صناعه، لان انا غيرت ماهيه الصنف. فبقول ان جنرال كده انا عايز الصناعه اللي هي تغيير هيئه المدخلات الى مخرجات في صوره اخرى. هو كاتب منها تعبئتها وتقطعها والكلام ده. طب انت شيل كلمه الطحن ليه؟ هل هناك تعمد مقصوده يعني؟ مش مقصوده. بخصوص ان احنا النهارده بنشجع القيمه المضافه في الثروات المعدنيه. طب ما هو الطحن ده معظم الطحن كله ثروات معدنيه. بتطحن حجاره بتطلعها مثلا كوارتز، بتطلعها كالسيوم كربونيت، بتطلعها تالك، بتطلعها ما هي اخرى. يبقى لازم اشجع القيمه المضافه في الثروه المعدنيه. نعم. طيب ايضا من ضمن الملاحظات او ما يتم الاختلاف عنه هي المناطق الاستثماريه اللي هتخضع للقانون، قانون الاستثمار، والمناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه اللي ليها قانون لوحده. هنا كله بيتساءل يعني هي المناطق دي هتاخد حوافزها من مين، او هي هتخضع لقانون مين؟ طب وليه هيبقى في يعني تفرقه بين المستثمر ده والمستثمر ده؟ عايزين نعرف تفسير من حضرتك. هو التفسير ايه؟ هو الـ 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 المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاص ده مش وليد هذه اللحظه. كان هناك قانون حاكم لهذه المناطق، بس اتنسى في غمره الاحداث وما حدش بيطبقه. لما جه الرئيس السيسي حب يحيي منطقه قناه السويس مثلا. منطقه قناه السويس منطقه ذات طبيعه خاصه، لان هي دي الحدود الشرقيه بتاعت مصر، هي بوابه مصر الشرقيه. وبالتالي لازم يبقى فيها صناعه محترمه، وبالتالي لازم تشجع فيها هذه الصناعه، فبالتالي لازم يبقى في قانون حاكم لهذه المنطقه. هو معنى مناطق ذات طبيعه خاصه معناها ان يبقى لها قانون منفصل عن الدوله، ما فيهوش البيروقراطيه والتعقيدات بتاعت الدوله. اعتبريها كدبي في مصر. اعتبريها كدبي في مصر. لها قوانين عمل خاصه، لها قوانين تامينات خاصه، لها قوانين للتصدير والاستيراد خاصه، عشان نشجع الناس انها تيجي تستثمر كانه مش في مصر، لانه في دوله اخرى. ده خلاف المناطق الحره تماما. صحيح. لكن المناطق ذات احنا محتاجين، بس المناطق دي محتاجه تعمل فيها انفراستراكشر صح، محتاجه صناعات معينه، يعني مثلا صناعه الكونتينر، تصليح الكونتينرات، صناعه الغزل والنسيج، التجميع. لانك انت النهارده بتتكلمي في قناه السويس بتتكلمي ما بين البحر الابيض المتوسط وبين البحر الأحمر، فبالتالي عايزه تنمي هذه المنطقه، تجيب فيها صناعات. طيب ما هو المفروض ان قانون الاستثمار مش هيبقى فيه بيروقراطيه، مش هيبقى فيه اي حاجه من اللي حضرتك ذكرتهم قبل كده كبقيه دوله، يعني مش حته خاصه بذاتها، فبالتالي هيبقى موقف مثلا منطقه قناه السويس هيبقى عامل ازاي؟ لا، بس قانون الاستثمار محكوم بالقوانين الوضعيه المصريه. يعني محكوم بقانون العمل، محكوم بقانون التامينات، محكوم بقانون التصدير، محكوم بقانون الاستيراد. انما المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لها قوانينها الخاصة ولها معاييرها الخاصة، في العمالة، في التأمينات، في التصدير، في الاستيراد، في الخامات، كل ده ذات طبيعة خاصة. يعني كأنها أنا عايز أسهل كوكب آخر. للمستثمر. أنا عايز أسهل المستثمر كأنها دبي أخرى بالزبط. موجودة داخل مصر. وده اللي احنا بنشجعه، لأن احنا في النهاية أنت مصر، لازم مصر تستاهل أكتر من كده. صحيح. مصر الحقيقة احنا ظالمينها، يعني احنا كلنا عمالين بنتغنى في مصر ومصر وبالاغاني، لكن الحقيقه مصر تستاهل مننا اكتر من كده بكتير. النهارده المناطق ذات الطبيعه الخاصه لازم تنتشر في مصر، ولازم يبقى لها كيان، ولازم تبقى دي بؤره الانطلاق الحقيقي للاقتصاد المصري. ايضا بما ان حضرتك قلت الميكنه وعدم دخول العامل البشري بيقلل الفساد، حضرتك مركز خدمه المستثمرين شايف مين الجهات اللي هتبقى موجوده فيه بتعمل فيه، وازاي هيبقى الي طبعا مميكن، ايه اللي هيضيفه وايه اللي المفروض يكون فيه المستثمر محتاجه بدل ما يقعد يعني يتشحطط بين كذا وزاره واوراق وبيروقراطيه معينه؟ المركز بتاع خدمات المستثمرين مش عايزين نرجع تاني
التجربه بتاعت شباك الواحد. يا اما الراجل اللي قاعد المفوض من الجهه يكون عنده جميع الصلاحيات، يا اما هتبقى نفس التجربه بتاعت شباك الواحد. وده ينفع انه يبقى حد عنده ينفع جميع الصلاحيات؟ ينفع ينفع. بياخد صلاح، بيتنقل له صلاحيه الوزاره اللي هو جاي منها، لو وزاره الاسكان بيتنقل له صلاحيه الوزير. عشان كده لازم يتحط معايير لاختيار الناس اللي هتبقى فيها. ما مش هتبقى وزاره الاسكان بس، هيبقى بقى في وزارات كتير، كل الوزارات يعني. كل الوزارات لازم يدوا صلاحيات، وصلاحيات مشروطه، وصلاحيات يعني مش لازم يقعدوا الناس مده طويله في مكانها، وده في بيتقال في القانون على فكره. ان هو يتغير كل سنه وما يبقاش فيه تضارب مصالح. ما اجيبش واحد مثلا سيف في وزاره اكس بيشتغل في حاجه واجيبه احطه في مركز الخدمات. بالعكس، لازم تتنافى تضارب المصالح، لازم في ناس ذو كفاءه وخبره ونزاهه وما عليهاش اي شبهه، لازم يتكشف عن الناس دي، عشان ما يجيش فجاه مثلا الاقي واحد مثلا كان عنده قضيه رشوه او قضيه فساد وبعدين اجيبه احطه في المكتب. لا طبعا، بالعكس. انا النهارده عايز المكتب ده يكون واجهه مشرفه لمصر، خصوصا هناك في القانون ما يستحدث بمكاتب الاعتماد. ان المستثمر مش لازم يروح بنفسه، ممكن يبقى من خلال مكاتب الاعتماد. واللي في القانون كمان اللي احنا كان لنا الفضل في اتحاد الصناعات ان احنا نحطه، التعامل الكترونيا اونلاين، يعني ممكن تقدم الطلب بتاعك اونلاين وتاخد الموافقه اونلاين. طيب انا معلش دكتور محمود اقطع حضرتك، معايا على التليفون سياده الوزيره، وزيره الاستثمار دكتوره سحر نصر. اهلا بك يا فندم على شاشه البرنامج وعلى شاشه اونلايف. في البداية خلينا نعرف، المفروض في بكرة اجتماع لمجلس الوزراء، احنا واقفين فين دلوقتي ومستنين فين في ومستنين ايه فيما يخص اللائحة التنفيذية؟ المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء امبارح الحمد لله حصل توافق تام على اللائحة التنفيذية. وانا سعيدة جدا ان هي دي كانت اول جلسة، فالحمد لله مفروض الشهرين بالتنسيق مع جميع الوزارات والمسؤولين عن المشاريع القومية سواء العاصمة أو المنطقة الاقتصادية قناة السويس أو مركز المختص بكل، الحمد لله توافق سريع وهتترفع لمجلس الوزراء وبعد كده المجلس الدولة إن شاء الله للتصديق النهائي عليها. صحيح، دي مرحلة مهمة طبعا، إن كده هتساعدنا على تفعيل القانون بقى في الاخر ونبتدي مرحله بقى التنفيذ كل اللوائح والمواد القانون باذن الله. طيب رئيس الوزراء كان قال النهارده تصريح انه ان هذه اللائحه لن تصدر الا بالاجماع ويجب التاني حتى تصدر بشكل قانوني. حضرتك شايفه الكلام ده بيعطي رسائل ايه وبيوضع في سياق ايه هذا التصريح؟ لا هو التصريح بياكد، هو بصي اهم حاجه القرار النهائي، هو القرار النهائي اللي صدر امبارح في مجلس الوزراء ان هو اللجنه الوزاريه الاقتصاديه وافقت على هذه المسوده النهائيه بالفعل النهارده في اجتماع مع مستثمرين القانونيين بيعملوا بقى الصياغات القانونيه فقط لانها لرفعها لمجلس الوزراء، لا هي انتهت اللائحه، احنا بس بنعرضها بطبيعه الحال على الوزراء التانيين، ان احنا مهتمين برضو ان وزاره الداخليه ليها برضو حاجات تخصها لما نتكلم على المستثمر الاجنبي. وزاره البيئه ليها دور مهم عند الموافقات، فطبيعه الحال احنا الهدف الرئيسي ان احنا بنيسر الاجراءات للمستثمر، فتيسير الاجراءات معناها ان احنا برضو ما يكونش في اي انواع من البيروقراطيه او الموافقات المختلفه اللي بيحتاجها المستثمر، لان جاهزيه المشروع مهمه ودخل استثمارات بطريقه سريعه مهمه، ما يكونش ما نقعدش سنه عشان ندي الموافقات وكل هذه الاجراءات المختلفه اللي كان بيعاني منها المستثمر في فترات سابقه. يعني ما فيش، دي طبعا مهمه. وبعدين عايزه اقول لحضرتك اتفضلي، مش بس نتكلم على الوزارات زي ما قلت لحضرتك، احنا بنتكلم مثلا المنطقه الاقتصاديه قناه السويس فعلا بننسق مع الفريق منير، بنتكلم على العاصمه الجديده من اهم المناطق اللي احنا عايزين نضخ فيها استثمارات برضه بننسق مع الشركه المختصه، بنتكلم على الريف المصري بننسق مع الشركه المختصه. بالاضافه النهارده كان في لقاء مثلا مع النواب، اللجنه الاقتصاديه من النواب، مهم جدا الحوار المجتمعي، هم بيمثلوا المواطن في المحافظات المختلفه، وطبيعه الحال احنا كنا برضه عايزين نسمع ارائهم في اللائحه التنفيذيه، وحريصين ان هم في الاخر يعني بيمثلوا محافظات مختلفه بتحديات مختلفه، وهم حريصين يضخوا استثمارات في اماكن. نعم، بالفعل زي ما رئيس الوزراء بيقول، هو بس تاكيد على النقطه اللي هي
ايه سبب اللي خلى ان في توافق سريع امس على اللائحه؟ الحمد لله. طب عظيم، هنا التنسيق بمعنى ايه سياده الوزيره؟ يعني كنت لسه بتحدث مع ضيف الكريم دكتور محمود سليمان رئيس لجنه الاستثمار في اتحاد الصناعات عن موضوع المناطق الاقتصاديه اللي ليها قانون خاص بيها، فهنا مثلا الفريق مهمه ميش انتم بتنسقوا معاه بمعنى ايه؟ بمعنى ان في بعض الشركات اللي هتؤسس في هذه المنطقه هتسجل تحت قانون الاستثمار، ومحرصين ان هم، لان قانون الاستثمار بيدي يعني بيعمل علاقه شراكه جديده بين الحكومه والقطاع الخاص، فكتير المستثمرين عايزين يستفيدوا من اللي احنا انا والفريق مانيش وحضرتك طبعا انتوا شاهدتوا معانا عده اتفاقيات 14 اتفاقيه من ثلاث اسابيع، ومن ثلاث ايام كان في برضو سبع اتفاقيات جدد مع في هذه المنطقه المهمه. فهم طبعا المستثمرين جدد حاسين ان هم يستفيدوا من هذا القانون الجديد اللي هو بيعمل تأثيرات كثيرة للمستثمر. عشان كده أنا حريصة جدا على التنسيق، إن إحنا بنتكلم على هذا يعني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق ويعني جاذبية للمستثمر، وإحنا طبعا حريصين يكون في استثمارات أكبر فيها. يعني وسيادة الفريق بيعمل على كده، يعني حتى هو طلب إن يكون ممثلين من هيئة الاستثمار والوزارة متواجدين في الهيئة الاقتصادية، وبالفعل ده اللي احنا نفذناه عشان نساعد على تفعيل القانون في هذه المنطقة الحيوية. يعني مرحلة وجود تعديلات معينة في هذه اللائحة خلاص انتهى؟ لا حضرتك حصل لس لا حضرتك لسه مفتوح يعني موافقة يعني موافقة، إلا طبعا بطبيعة الحال ممكن إن احنا لما بتتعرض على مجلس الوزراء بعض الوزراء اللي هم مش أعضاء في المجموعة الاقتصادية ممكن طبعا يكون لهم آراء، زي ما قلت لحضرتك وزير البيئة ممكن يكون له آراء، وزير الصحة، لأن أنت لما بتتكلمي على استثمارات بنتكلم على استثمارات في المواطن، ففيها الاستثمارات في المستشفيات، فالدكتور أحمد علاج ممكن يكون له رأي ووزير التعليم، بس هم اللجنة اللي كنا شكلناها بعد ما سيادة الرئيس صدق قانون يوم 31 مايو فيها ممثلين من جميع الوزارات، بس بطبيعة الحال ان المسوده الاخرانيه لازم برضو يعني نعرضها على مجلس الوزراء عشان الموافقه النهائيه. نعم. وبعد كده زي ما حضرتك عارفه مجلس الوزراء بيرفعها لمجلس الدوله. صحيح. مجلس الدوله ممكن برضو بيكون عندها تعليقات في الصياغات القانونيه بالاخص، بيتاكدوا ان كل المواد يعني ملتزمه ب وتماشيه مع الدستور، فبطبيعه الحال دي بتبقى مراحل ممكن يبقى لهم تعليقات بطبيعه، واحنا كوزاره مختصه طبعا بنحط هذه التعليقات في الحسبان وفي المسوده النهائيه اللي هيصدق عليها دوله رئيس الوزراء. طيب هو يعني احنا بس انا عايزه اقول لحضرتك يعني انا سعيده حضرتك لما اللائحه التنفيذيه يحصل عليها توافق وموافقه. ايوه. من اول جلسه في المجموعه الاقتصاديه الوزاريه، دي حاجه يعني يعني اثبات واضح وصريح للتوافق. الحمد لله. طيب كويس، هو المفروض ان شاء الله خلال ايام او بالكثير بنهايه الشهر ده او قبل نهايه الشهر ده هتكون اللائحه التنفيذيه خلاص يعني اقرت. طبعا لان القانون حضرتك بينص بماده صريحه ان لازم 90 يوم من اصدار هذه القانون بقامة الرئيس في جريده رسميه، وطبيعه الحال لازم احنا نلتزم في الحسبان حضرتك طبعا الفتره الزمنيه اللي بتحتاجها مجلس الدوله للمراجعه وللحكومه لادخال هذه التعليقات في المسوده النهائيه، وبالتالي هيتم تحديد ده في الحسبان، وبالتالي هيتم الترويج للقانون خارجيا وللائحته امتى؟ لا بصي حضرتك انا صراحه احنا بدينا في الترويج في القانون من يعني منذ ان سياده الرئيس صدق عليه، وحتى في الزياره الرئاسيه لالمانيا كان عدد كتير في اللقاء مع المستثمرين، كانوا كتير من المستثمرين بالذات اللي عايزين يضخوا استثمارات جديده في مصر كانوا عايزين يعرفوا ايه اهم يعني ملامح هذا القانون وايه المزايا وازاي ان هذا القانون بيحل وبيسر الاجراءات، فبالفعل احنا عرضناها في الزياره الرئاسيه لبرلين في الاجتماعات. وبعدين عايزه أأكد نقطة مهمة جدا وحضرتك أكيد حضرتك تلمسي هذا، إن طبعا القانون واللائحة التنفيذية لا يكفوا خالص نهائيا لتحسين مناخ الاستثمار، ولكن الأهم هي المرحلة القادمة اللي هو إزاي إن احنا هنشتغل ونفعل هذا القانون على أرض الواقع، وإزاي إن احنا بالفعل هنقدر ندخل مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جميع القطاعات. أنا بشكرك يا فندم ودايما بالتوفيق دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شكرا ليك يا فندم. شكرا.
طيب نعود مرة أخرى دكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد الصناعات المصرية. احنا كنا بنتكلم ايه النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفون وانا نسيتها. طيب خلينا نروح على نقطة تانية وهي التخصيص، ودي كانت نقطة ايضا مهمة بالنسبة للكثيرين، انه مين الجهة المعنية اللي هنروح لها ساعة ما نعوز نخصص قطعة ارض معينة. هو كويس ان سعادتك فتحت الموضوع ده. اتفضل. التخصيص طبعا ده كانت مشكله ازليه في مصر. فالنهارده المنوط طبقا للقانون هي الهيئه العامه للاستثمار، بس هي جهات الولايه بتحط ورقها كله في الهيئه العامه للاستثمار. يعني مثلا سي في مناطق تابعه لوزاره الزراعه، يبقى عندك مندوب وزاره الزراعه قاعد في مكتب خدمات المستثمرين. في وزاره الاسكان او المجتمعات الرمويه الجديده يبقى في مندوب من وزاره الاسكان المجتمعات الرمويه الجديده قاعد، بتاع السياحة قاعد. فكل جهة ولاية قاعدة في هذا المكتب. جهة الولاية هيئة الاستثمار بيبقى عندها خرائط، وعشان كده احنا أصرينا لما عملنا الدرافت بتاع القانون في اتحاد الصناعات أصرينا على حاجتين، إن هي أراضي غير متنازع عليها. بمعنى إن طالما الأرض دي اتحطت في هيئة الاستثمار يبقى مفيش جهة أخرى تتنازع عليها. ما يجيش مثلا الزراعة يقول لك لأ ده ديت مش تبع وزاره الاسكان، ده انا في تداخل في يعني الحدود معاك. حلوا مشاكلكم الاول، حلوا مشاكلكم وبعدين هاتوا لنا الخرايط من غير مشاكل. بالظبط. محدده غير متنازع عليها، ودي موجوده في القانون. محدده المساحات، محدده الارتفاعات، لان ده الارتفاعات دي كانت بتبقى مشكله للناس. واحد عنده صناعه مثلا البرج عايزه 40 متر، يجي يبني المصنع ومش واخد باله. انا مقدم دراسه جدوى اقتصاديه وبراج وبتاع، فيجي يبني البرج يقول له لا بس استنى بقى حاسب، ده انت اقصى ارتفاع عندك 15 متر. يقعد بقى سنين وسنين لغايه ما يجيب موافقات عشان يعمل البرج 40 متر. فقلنا لازم تكون محدده الارتفاعات كمان، يعني محدده المساحه، محدده الارتفاعات، محدده الاثمان، وغير متنازع عليه. عشان المستثمر ما يتدوخوش. مش محدده نوعيه الاستثمار، نوعيات الاستثمار. ما هو في النهايه انت مرتبطه بخريطه استثماريه. ولازم برضه نرجع للمجتمع المنظم. ما ينفعش واحد بتاع اكل، واحد بتاع مواد غذائيه يشتغل جنب مصنع بتاع حديد. صحيح. او جنب مصنع بتاع اسمنت. صحيح. لازم نرجع للتخصصيه، مناطق معينه دي صناعات غذائيه، مناطق معينه دي صناعات كيماويه، مناطق معينه دي صناعات معدنيه. لازم نرجع، لازم نحترم بلدنا الحقيقه. يعني البلاد الثانيه بتعمل كده. العمليه مش سلاح مداح، لا، عمليه منظمه. طالما احنا ارتضينا ان احنا نخش القرن 21 بحاجه محترمه، وبنتكلم ان مصر في سنه 2030 هتبقى من الاقتصاديات الواعده في العالم، من 2030 اقتصاد واعدين في العالم، لازم نشتغل صح، ولازم يبقى في عندنا خريطه استثماريه بنشتغل عليها. هنقف عند الخريطة الاستثمارية وهفتكر بعد الفاصل ان احنا نقول الموضوع صحيح عشان ما ننساش. احنا خارجين فاصل مشاهدينا ومن بعده هنعود، خليكم معنا. مرحب بكم مرة تانية وبالدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد الصناعات المصرية. أهلا بك يا دكتور. سريعا نعرج على الخريطة الاستثمارية قبل ما ننسى. بالضبط. وقتنا طبعا محدد، هو كان مفروض أنه موجود فيها أنه هيبقى فيه مراجعة للخريطة كل 3 سنوات، بس أنتوا عايزينها كل سنة، أو يعني الملاحظات اللي اتقالت حضرتك شايف أنه مفروض في إمتى؟ يعني أنا بعتقد أن العصر بيجري بسرعة. والمتغيرات العصرية بسرعة، ومتغيرات الدول بسرعة، والاقتصاد العالمي بينمو بسرعة، فكل 3 سنين هتبقى صعبة قوي. فإحنا بنقترح أن يتم مراجعتها كل سنة، يا إما بالإضافة يا إما بالحذف، لأن ممكن يبقى فيه اقتصاديات معينة في مشاريع معينة إحنا شايفينها السنة دي سنة 2017 هي اللي هتكون واعدة لمصر، ممكن بعد سنتين ثلاثة تتغير هذه النظرة. صحيح. ممكن يبقى فيه دول أخرى سبقتنا أو دول أخرى عملتها، فبالتالي إعادة النظر كل سنة فولو أب هيدينا مساحة من الوقت، ويدينا مساحة من الفكر إن احنا نقدر نغير ونقدر نطبع الخريطة الاستثمارية أكوردنج اللي احنا البلد بتحتاجه. نعم. طيب نقطة مهمة برضو وطبعا بتهم المستثمر جدا، ولو مش موجودة بالشكل اللي هو عايزه أكيد مش هيستثمر في مصر، وهو أنه إمكانية إخراج أرباحه خارج البلاد، منصوص عليها إزاي في اللائحة؟ هي ورأيكم فيها إيه المفروض؟ هي منصوص عليها في اللائحة ومنصوص عليها في القانون. أن للمستثمر الحق في تحويل أرباح. إحنا كان لنا تحفظ في اتحاد الصناعات إن إحنا عايزين نحددها بمدة،
ان العمليه ما تبقاش اندلس. يعني المستثمر طالما هيقدم ميزانيه معتمده من مراقب حسابات محترم، مكتب معترف بيها وتعتمدها هيئه الاستثمار، من حقه انه يحول هذه الارباح في خلال 3 اشهر. ما بنقولش في ساعتها، بنقول في خلال 3 اشهر عشان برضه ندي مساحه للدوله. طب وليه مش اندلس؟ يعني ليه 3 اشهر؟ لا هيقول لك مثلا عشان تدبير العمله ومش هتبقى، فاحنا بنضيق نقط الخلاف. فبنقول خلينا نتكلم على بحد اقصى 3 اشهر، انما ما يسيبش المستثمر هو مش عارف هيحول ارباحه ازاي. يعني هو خلاص انا القانون اداله الحق، لكن انا عايز اعمل سقف للحد الاقصى للمده، الحد الاقصى بالنسبه لي 3 اشهر. انت بتقولي ليه 3 اشهر؟ ليه ما يعملهاش بكره؟ انا بقول بحد اقصى 3 اشهر، ممكن تبقى بكره، ممكن تبقى بعد شهر، ممكن تبقى بعد اسبوعين، بس ما تبقاش بعد 3 اشهر. خلينا ندي الاطمئنان للمستثمر. المستثمر النهارده اللي جاي يستثمر اذا ما كانش امن على حاجتين، ماله وبدنه، مش هيجي. طبعا ماله وبدنه مش هيجي، لانه في راس المال جبان. راس المال جبان، والمستثمر اصلا بيدور على الفرص البديله، اذا ما لهاش في مصر هيروح بلد تانية يستثمر فيه. طب ممكن يكون في حد بيتفرج علينا دلوقتي دكتور محمود ويقول مثلا يعني قانون استثمار ولايحة تنفيذية وزخم وكلام كتير، طب هو احنا ازاي كنا ماشيين قبل كده؟ ما انا برضه في بداية الحلقة هرجع اقول لك، في بداية الحلقة ده من احسن القوانين اللي اتعملت. يعني الناس كان يعني كان فيه قبل كده الناس كان بتتغنى بقانون 8 لسنة 97 وتقول ده احسن القوانين الحاكمة للاستثمار في مصر. لكن هذا القانون بهذه الوضع، المواد اللي فيه، بسرعة الإنجاز اللي فيه، بالتحفيز اللي فيه، بالحوافز اللي كان كتير قوي رافض الرجوع والعودة مرة أخرى للحوافز الضريبية، هنا القانون ده أقره. احنا قعدنا نكافح عليها، ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر كافحت معانا في هذا المجال، والحقيقة هي ست شجاعة فبتخش بإيه بتقولها كله في الدعم. احنا الحقيقة محتاجين إن احنا مكاشفة ومصارحة مع نفسنا، محتاجين ان احنا نثق في المستثمر. المستثمر مش جاي يسرق مصر، بالعكس المستثمر هيجي يحط فلوسه في مصر، يحطها في مصنع، يحطها في مشروع انتاجي، يحطها في مشروع سياحي، فبالتالي اليوم ما هيطلع مش عارف الحاجات دي معاه. بالتالي الحاجه دي كلها ملك مصر، ايا كان فلوس القطاع الخاص هي كلها ملك البلد، وهي بتشغل عماله وبتزود معدلات التنميه وبترفع معدلات المعيشه وبترفع مستوى المعيشه المصري. فما نخافش، يعني خلينا ما نخافش من المستثمر، خلينا نحتضن المستثمر، خلينا نجرب حتى، يعني نجرب حتى لو عندنا سوء نيه خلينا نفترض حسن النيه. طيب انا لفت نظري وانا ببص على اللائحه التنفيذيه، وزي ما قلت في مقدمتي انه المستثمر فيه فصل كده، الفصل الثالث في الباب الاول، المسؤوليه المجتمعيه للمستثمر. انا حابه القي الضوء عليها واعرف، يعني احنا عمالين نقول الحوافز والمستثمر هياخد، طب انا عايز اعرف هو هيدي ايه برضه؟ ما هي المسؤوليه الاجتماعيه ده باب مستحدث في القانون. في القوانين السابقه لم يكن هناك تعبير المسؤوليه الاجتماعيه او الوظيفه المجتمعيه. بالعكس احنا اصرينا برضه في اتحاد الصناعات ان تكون المسؤوليه الاجتماعيه جزء لا يتجزا من جذب الاستثمار في مصر. لان مسؤوليه اجتماعيه معناها ان هو بياخد جزء من ارباحه يا بينشئ بها مدارس، يا بينشئ بها جامعات، يا بينشئ بها مستشفيات. في بلده يعني ولا هنا في مصر؟ داخل مصر. المسؤوليه الاجتماعيه برضه كان القانون اللي قبل كده كان اغفل، او لما جت لنا الدرافت الاولاني كانت اغفل التدريب والبحث العلمي. احنا قلنا هندخل، لا اذا كنا احنا فعلا جديين ان احنا نطور بلدنا يبقى التدريب والبحث العلمي جزء لا يتجزا من المسؤوليه الاجتماعيه. يبقى ما يتم صرفه في المسؤوليه الاجتماعيه يستنزل من الوعاء الضريبي للممول، عشان ما يجيش بتاع الضريبه يقول لك لا مسؤوليه اجتماعيه وبتاع، لا ده كلها اهدر هذه المصروفات. يعني هي موجوده كده في اللائحه، موجوده في القانون كده بالشكل موجوده ده. في القانون واحنا زودنا عليها التدريب والبحث العلمي عشان نشجع البحث العلمي، عشان نشجع التدريب، لان العنصر البشري مهم جدا. من غير تدريب للعنصر البشري مش هيبقى فيه صناعه، مش هيبقى فيه خدمات، مش هيبقى فيه رقي، مش هيبقى فيه تطوير. لذلك احنا برضو عندنا تحفظ في تعريف التعليم هنا، دي الماده الثانيه، الماده الثانيه في تعريف التعليم اغفل برضو التدريب. انتوا ليكوا، انتوا بتدربوا احنا بندرب مش كده، في عماله فنيه بندرب برامج تدريب في اتحاد الصناعات. صحيح، بس هنا اغفلوا في التعليم، التدريب والتاهيل المهني اغفلوا في التعليم، وده اللي احنا بنطالب برضه الوزيره سحر نصر انها تضيف هذه الفقره، التدريب والتاهيل المهني، عادي التاهيل المهني، ان انا عندي كوادر كتيره في مصر اللي خريج حقوق وخريج تجاره واللي خريج زراعه مش لاقي له وظيفه عشان يتوظف بالمؤهل بتاعه. فلازم اعيد تاهيله.
فده لازم يكون مدرك في السياسة التعليمية في مصر، ان احنا ازاي نعيد تأهيل الكوادر الموجودة في مصر، وازاي ندرب الناس ويبقى لها حوافز والكلام ده كله. ده بيخليني ياخدني برضو للمادة الثانية من اللائحة اللي هي موضوع العمالة الأجنبية اللي هي من 10 لـ 20% تقريبا يا منصوص عليها كده، والباقي مصري. حضرتك شايف النسبة دي، لأن في ناس كانوا شايفين أنه لا ما تسيبوها مفتوحة وممكن أنها تقل واحدة واحدة بعد كده، أنهم ييجوا يعلموا أولادنا يعني، ويبقى في زي ما حضرتك بتقول التدريب للعمالة بتاعتنا. أنتوا شايفين أنه النسبة دي المفروض كانت تبقى محددة ولا لا تتساب مفتوحة؟ احنا وجهة نظرنا النسبة لازم تبقى محددة. احنا مجتمع بيتنقل من مجتمع منغلق إلى مجتمع مفتوح، فبالتالي هنسيب النسبة ما انتش ضامنه نفوس الناس، ما انتش ضامنه دماغ الناس. فبالعكس احنا مع تحديد النسبه، بس ما رفعها من 10 لـ 20% لزياده الاحتكاك وزياده الخبرات وزياده الاحتكاك ما بين العالم الخارجي، وبالتالي رفعها من 10 لـ 20%، رفعها مرتين، رفعها 100%. فبالتالي ده هيحفز الناس انها تيجي، حفز انها تستعين بالخبرات الاجنبيه داخل مصر، وهيساعد ان احتكاك الفئات الاجنبيه او الهويه الاجنبيه بالهويه المصريه. ما هو ده بيخليني برضو اسال، 80% التانيين جاهزين؟ ال80%، ما هو لو عندك 20% عماله اجنبيه مدربه هيمرنوا 80%، او هينقلوا خبرتهم لل80%، بس لازم برضو يتم حسن اختيار ال20%. ما اجيبش اي حاجه من اي بلد ما عندوش خبره واقول ان انا عشان احقق او عشان عايز اجيب عماله اجنبيه يبقى بجيب ناس دون المستوى. بالعكس، لازم نتحقق ونتاكد ان العماله الاجنبيه في مستوى تطوير معين ومستوى كفاءه معينه. طيب انا يمكن وقتي خلاص قرب على الانتهاء، عايز اعرف من حضرتك انتوا الى كم في الميه راضين عن هذه اللائحه؟ يعني احنا راضيين يعني بنسبه 70%. مش عارفه حسيت اقل. ونتمنى التأني في اصدار هذه اللائحه والاخذ بالمقترحات بتاعه اتحاد الصناعات لتعديل هذه اللائحه احسن ما نتسرع فهذه اللائحة وبعدين نرجع نقول أصل كان في حاجات كان يجب تداركها، أصل لازم نعمل لها قرار وزاري، أصل لازم نعمل لها قرار إداري. فأنا أرجو من الوزيرة سحر نصر أنها تستمع لوجهة نظر اتحاد الصناعات، وإحنا كاتبين مذكرة واضحة ومسببة. وأنتوا لسه يعني إحنا بعتنا وبنبقى وهنبعت تاني مذكرة أخرى بكرة مسببة بالتعديل بتاعنا ومقترحاتنا. واحنا ما بنعمل مقترحات بنغمض عينينا وبنعمل مقترحات لصالح البلد ولصالح الوطن ولصالح الاستثمار ولصالح مصر، مالناش مصلحه خاصه. انا بشكرك يا فندم دكتور محمود سليمان رئيس لجنه الاستثمار في اتحاد الصناعات المصريه، نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا. الله يخليك يا فندم وشكرا على اللقاء، وان شاء الله يبقى حاجه ايجابيه بهذا اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله ويكون صوتك وصل طبعا. ان شاء الله، ما احنا متعشمين ان هو يوصل من خلالك يعني. شكرا يا فندم، الف شكر، وشكر موصول ليكم مشاهدينا الكرام، اشوفكم بكره ان شاء الله، الى اللقاء.